فيديوهات كتير بنشوفها ازاي ترضي جوزك وازاي تاخدي بالك من جوزك وخلي بالك لا يخونك وخلي بالك لا يبص بره. ده احنا هنديكي الوصفة الطبيعية، بص وصفة مش هيخليه يبص تاني بره. وبحري ده من الكلام كتير يعني، بس شفت حاجة افيدني يعني في الموضوع، ان واحدة بتقول لو كنت تعبانة اوعي تقولي له ان انت تعبانة، ولو انت تعبانه اوعي توقفي بقى اوعي تقعدي يعني، ما تصلي وانت قاعده، لا ما تصليش وانت قاعده قدامه. ايه ده ايه ده، انتوا فين؟ على فكره لو فيديوهات بتتكلم عن النصايح ماشي اسمعي، لكن بتتكلم ازاي وازاي وازاي، لا انت عارفه جوزك عنها وعن الكل، وانت عارفه ايه مدخله وايه مخرجه وعارفه كل حاجه، فتعاملي معاه على اساسه وخدي شويه نصايح وخلاص. ولو كنت تعبانه قولي له انا تعبانه. على فكره كل ده بيطلع في دماغك على دماغك في الاخر، ان انت ما تقولوش انا مش تعبانه، لا ده انا كويسه وانت بتكوني تعبانه. لا ليه بقى؟ لان لما يوم لما تقعي وفعلا ما تقدريش تقفي على رجليك خالص وخلاص مضطره تقولي انا تعبانه، يومها مش هيقف جنبك، هيقولك انا شفتك كتير حاسس ان انت تعبانه بس لقيتك واقفه، قعدت يعني وقعتي الوقعه دي ليه؟ فمش متعود يشيلك، فمش هيشيلك، مش هيشيلك في تعبك. فانت كنت تعبانه، هو مش معنى كده ان انت هتقفري وتقولي اه تعبانه كل شويه، لا بس لو كنت تعبانه فعلا قولي له انا تعبانه، رجليا مش قادره مثلا، عندك اي حاجه لازم تشاركيه كل لحظه في حياتك وتشاركيه في تعبك، وانت بتعرفي شريك حياتك كويس ولا وحش من تعبك. لما بتقعي هل هيقف معايا ولا لا، وانت اللي بتعوديه على كده. فحته هري ان انت ما تقولوش لا اتعبي وارقدي قدامه ولازم هو يداويكي ولازم هو يعني يجيب لك الدواء لحد عندك، ولا لازم لو ما وقفش معاكي في شدتك هيقف معاكي امتى؟ لازم حاجة مهمة جدا، كل واحدة عارفة مدخل جوزها ايه، فازاي بقى ان انتي الوصفات بقى ازاي انتي ما تخلوش يبص بره؟ لا انتي اللي عارفة، انتي اللي عارفة امكانياتك ايه وحاجتك ايه وهتستخدميها ازاي، انتي اللي عارفة مثلا. وكمان ايه، شفت فيديو واحدة بتقول لازم تحطي ميك اب حتى لو جوزك ما بيحبش الميك اب، حطي له ميك اب غصب عنه، حطي له ميك اب. انتي فين؟ هو ما بيحبش الميك اب ماشي خلاص، بس مش معنى كده ان هو ما بيحبش الوش الرايق اللي شكله نظيف اللي ما فيهوش بقى التهابات وحبوب وكده، لا ما تحطيش ميك اب. جوزك ما بيحبش الميك اب ما تحطيش ميك اب، بس اغسلي وشك بغسول، لو عندك التهابات عالجيها، لو عندك حبوب حاولي تعالجيها بحيث ان بشرتك تكون صافية. مثلا جوزك ما بيحبش الالوان دي، ما تروحيش بقى عشان بقى صاحبتي نصحتني ولازم يلبس البس واعمل الالوان دي واعمل الحاجات دي لازم اعملها، لا هو مش غصب واقتدار، هو يعني مش داخله معاه معركه، لا عادي هو ما بيحبش ده خلاص ما تعملوش خلاص. وكل واحد مدخله غير التاني يعني، في راجل ترضيه ان انت تعملي له اكل حلو وتاخدي بالك من اكله وتاخدي بالك من لبسه وكده انت ترضيه، وفي واحد تاني ترضيه ان انت تسمعي كلامه تقولي له حاضر وطيب ونعم، وفي واحد تالت لا تاخدي بالك من اهله، يبقى انت كده راضيتيه 100 100 يعني. فكل ده غير ده غير ده، فانت اللي عارفه وانت اللي عايشه، وحاولي تشاركي تعاملي جوزك، دي مهمه جدا، تعاملي جوزك ان هو انسان طبيعي وانت طبيعيه، وتعاملوا مع بعض ان انتوا صحاب صحاب، اي حاجة في نفسك تقولها له، وتعوديه ان هو اي حاجة في نفسه يقولها لك يعني. لكن ان العلاقة تكون بعيدة قوي كده، وشفت فيديو والفيديو المشهور بتاعت ايه، عاملي جوزك ان هو يعني غريب في البيت وان هو ضيف، لا جوزك مش ضيف، جوزك ده حاجة منك موجودة في البيت، انتوا الاتنين كيان البيت، لا ما تعملوش ان هو ضيف، ضيف دي يعني حد كده ما ولا بنحكي له مشاكلنا ولا بندخله في حياتنا ولا حاجة، هو ده الضيف. فما تعمليش جوزك ان هو الضيف، لا ما فيش حاجة اسمها ضيف دي، لا
هو اصلا كيان البيت، انتي وهو كيان البيت، فتعاملوا على الاساس ده، تشاركيه في كل لحظة في حياتك. حد زهق بس ايه، تعرفي بس اهم حاجة تعرفي الوقت الصح اللي انتي تقولي فيه بس، وهو هيسمعك ويبقى مية مية، وانتي عارفة الوقت اللي بيبقى ممكن يسمع فيه قوليله فيه، وشكيله وحكيله وفضفضي واتكلمي كأنك بتتكلمي مع واحدة صاحبتك. انتي لو عودتي من بداية علاقتكم ببعض، من خطوبة ومن الجواز على كده، هيفضل على كده ويعيش على كده. لكن المعتقدات الغلط بتاعت الحريم، الرجالة ما بتحبش والرجالة، كل دي متوارثات ورثناها غلط على فكرة. الرجالة او الراجل الحكاية عنده بسيطة جدا على فكرة، بسيطة قوي، احنا اللي عملنا هالة وعملنا دوشة، والرجالة بيطردوا ورضاهم صعب لا ده هما الدنيا عندهم بسيطة قوي، ابسط من الكلام اللي انتوا بتقولوه كله. ففي واحدة تسأل وتقول ايه، امال هما ليه بيعجبهم مش عارفة ايه، وليه بيعجبهم الموديل، حاجة ده حاجة شدت الانتباه. فهو على فكرة من الاسلام النظرة الاولى ليك والنظرة التانية عليك، فهو ساعات رجالة كتير بتاخد اول نظرة، يعني حاجة لفتت نظرة، لكن بقى كتر ان انتي انت بصيت مش عارفه ايه، فبترسخ الموضوع في دماغه فبيبدأ يفكر فيه، او هو كده يعني، هو كده وانتي واخداه كده. وخلي بالك حاجه مهمه، اللي انتي خدتيه بيه هيفضل بيه، يعني انتي خدتيه مثلا بيبص، لا ده انا هخليه يبص، ده انا هروشه، ده انا هخليه ما يبصش تاني ابدا، لا هو هيفضل طول عمره بيبص حضرتك. يعني مثلا هي عارفه ان هو ممكن يخونها، فقالت لا ده انا بعد الجواز هعمل له ايه، ده انا هعمل له بهلوانيه، هشقلب له، فهو مش هيخوني بقى، وتعمل فيها فلحوسه ويرجع يخونها على فكره. فمش من العمايل لا هو بيبقى طبع، وانت خدتيه على كده هيفضل على كده. ودي ان شاء الله باذن الله اعمل لكم فيديوهات عنها تاني، عن برضو معتقدات غلط بتتقال في الخطوبه وهي ما بتحصلش اصلا، وفي الاخر بتهدم وبتهدم بيوت وبيحصل الطلاق بسببها. فان شاء الله هعمله لكم قريب، يا رب بس نكون عارفين حاجه مهمه قوي، اساس البيت واساس العلاقه بيكون هو ان تخاف من ربنا، يعني اهم حاجه ان تتقي ربنا. فلو قلتي له كلمه خاف ربنا فيا واتقي ربنا فيا، حتى لو هو ما جاتش معاه من اول مره هتيجي، ولا تاني مره هتيجي معاه، وهيعرف وهيفهم كويس قوي انتي عايزه ايه، وقصدك ان انتي خايفه عليه، مش ان انتي خايفه على شكلك، او ان انتي خايفه على شكلك مثلا، ازاي مثلا جوزك مثلا او اي حد يخونك مثلا مع مثلا كده. انت بيكون في ذهن الراجل ان انت مثلا خايفه على شكلك انت، او خايفه كحب امتلاك، او لا ان انا خايفه عليك عشان بجد ان الحاجات دي بتبقى العلاقات دي غلط، وفي الاخر ما بتنفع، يعني ما بتعملش حاجه، بتبقى حاجه عابره. بتاثر في ايه؟ بتاثر ان ربنا بيقلل البركه في اي حاجه، يعني بالذات في الازواج بيقلل البركه في البيت. حتة بقى ان هو يخون او يبص بره او الكلام ده، على فكرة بيقلل الرزق جدا، ومشاهدة اي حاجة والكلام ده بتاعت الرجالة لا دي بتقلل الرزق قوي. فلو الست دخلت له المدخل ده وتفضل وراه في المدخل ده كده، هي ان شاء الله بإذن الله الدنيا هتتعدل معاها ان شاء الله. بقى اوعدكم في فيديوهات تانية بنتكلم عن المواضيع دي.